ترتيب رؤساء جمهورية الجزائر: الرئيس الراحل أحمد بن بيلا، ثم الرئيس الثاني الرئيس الراحل هواري بوميديان، ثم الرئيس المؤقت الراحل رابح البطاط، ثم الرئيس الثالث للجمهورية الجزائرية الرئيس الراحل الشاذلي بن حديد، ثم الرئيس المؤقت عبد الملك بن حبليس، ثم الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف، والرئيس الخامس للجزائر ورئيس مجلس الأعلى للدولة الرئيس الراحل علي كافي، ثم الرئيس السادس الرئيس اليمين زروال، الرئيس السابع للجمهورية الجزائرية الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ثم رئيس مؤقت الرئيس الراحل عبد القادر بن صالح، الرئيس الثامن هو الرئيس الحالي عبد المجيد تبون،